بعد نجاح النسخة الأولى من البرنامج التفاعلي ترابط، أعلن معهد البحرين للتنمية السياسية إطلاق النسخة الثانية للبرنامج انطلاقا من رسالته الهادفة إلى تعزيز الوعي بالمشاركة السياسية من خلال حوارات تجرى عبر تقنية الاتصال عن بعد بين عدد من المسؤولين الحكوميين وشريحة كبيرة من فئة المجتمع كافة. بعدما تأكد لمعهد البحرين للتنمية السياسية بحسن مخرجات النسخة الأولى من البرنامج التفاعلي ترابط وتحقيق الأهداف المرجوة منه، سارع المعهد إلى تمهيد الطريق أمام انطلاق الطبعة الثانية من البرنامج، انطلاقا من حرصه العميق على تفعيل وتنشيط مبدأ الشراكة المؤسسية مع مختلف مؤسسات الدولة من أجل رفع مستوى وعي المواطن وزيادة نسبة إدراكه لأهمية المشاركة في الحياة السياسية بأشكالها كافة. برنامج ترابط الذي تم التعريف به ومنح فرصة المشاركة فيه من قبل الجمهور عبر فتح باب التسجيل أمامه فور زيارته للموقع الإلكتروني الخاص بمعهد البحرين للتنمية السياسية، يجيء متوافقا مع رؤية الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة بحريننا، إذ صمم البرنامج ليشمل على حوارات مباشرة بين نخبة من المسؤولين وفئات المجتمع ككل عن طريق تقنية الاتصال عن بعد للحديث عن أهم المنجزات والمبادرات الحكومية الحالية والمستقبلية، إلى جانب ذكر الإسهامات والإجراءات التي تم اتخاذها من قبل المؤسسات الرسمية لدعم الخطة الوطنية للتصدي لأزمة كورونا كوفيد-19. برنامج ترابط برنامج يحقق أهداف أعتقد الحكومة كلها تنشدها، وهو الإبراز دور المؤسسات والتعاون بين المؤسسات الحكومية وتوعية المجتمع البحريني بدور كل مؤسسة، وهذه لتحقيق المشروع الإصلاحي لسيدي صاحب الجلالة. نرحب إن شاء الله إحنا اليوم جميع المستمعين اللي بيكونون ويانا في البرنامج. مساحة رحبة يوفرها برنامج ترابط لمختلف المسؤولين الذين سيطلون من خلال نافذته على كل راغب ومهتم بالاطلاع على أبرز إنجازات مؤسسات الدولة متنوعة الاختصاص والدور الذي تقوم به، إلى جانب تسليط الضوء على أهم التشريعات والقرارات المعززة لأهداف المشروع التنموي الشامل. لتلفزيون البحرين، محمد رشيدات.